وفي ضوء ذلك عقد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مؤتمرا صحفيا بحضور عضوي مجلس النواب مهدي تقي وكفاء فرحان، أبدى فيه استغرابه من إصرار وزيرة التربية على تمرير الدرجات الوظيفية بالمحافظة بدون تدقيق الأسماء، مؤكدا أنه سيتم اتباع الطرق القانونية لإنصاف وضمان حقوق المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بالسادة أعضاء مجلس النواب الأستاذ مهدي تقي الأمرلي والست كفاء فرحان حضورهم اليوم. احنا كان عندنا اليوم بالمحافظة إجراء هو إعلان درجات التربية، واحنا بلغنا من يوم أمس بلغنا المدير العام بأن لا يتم إعلان الدرجات إلا بعد أن يتم تدقيق النقاط اللي حصل عليها كل واحد من المتقدمين حفاظا على الشفافية. وإحنا اليوم مع بداية الدوام وقبل إعلان الأسماء هنالك عدد كبير من المعترضين في المحافظة، جاءوا ناس التقوا بالسادة النواب وبينوا لهم بأنه نقاطهم محسوبة بشكل مو صحيح، وهذه القضية اتصلنا بمعالي وزيرة التربية وبلغناها بأنه تؤجل الإعلان 3 أيام حتى بس ندقق النقاط وتكون بشفافية وتجري قرع عملية الاختيار أمام الإعلام. ولكن الوزيرة رفضت ومصممة على إعلانها اليوم، وطلبت منها بشكل شخصي والسادة النواب أنه تؤجل ل3 أيام لإعلان الأسماء، ولكن هي مصممة على أن تتجاوز المحافظة. أهالي صلاح الدين يطالبون بدرجاتهم الوظيفية أن تكون عملية توزيعها بشكل شفاف. الموضوع هذا كله احنا راح نحيله الى الجهات القضائية لانه به خروقات، وراح نحول نسخة للمدعي العام نطلب به تحقيق بهذا الموضوع، ونشوف هذا الاصرار اللي صار سنة كاملة من جت الدرجات الوظيفية عملية تأخيرها نهاية العام نهاية العام، وعملية انه تكون الامور بقرار مجحف من الوزارة والوزيرة، واحنا هذا القرار نرفضه جملة وتفصيلا. ما نقبل نهائيا محافظة صلاح الدين، المحافظة الوحيدة هي والموصل والأنبار اللي درجاتها من الوزارة، بقية المحافظات كلها درجاتها من المحافظات، حتى يسمحون هذه قرارات اتخذت في مجلس الوزراء حتى يسمحون بأن يتنفذون على رؤوسنا أصحاب القرار بالمركز. ما نقبل بهذا الموضوع نهائيا، والدرجات هذه لن نسمح بأن تمر. سنطالب رئيس الجمهورية، نطالب رئيس البرلمان، نطالب الجميع بأن يتدخلوا في هذا الموضوع، لأن لدي إثباتات دقيقة على أنه الموضوع ليس صحيح وبني على باطل. الموضوع بني على باطل ولدي إثباتات سأقدمها للقضاء. إذا لم تتوقف الوزيرة هذا اليوم عن الإجراء سأقدم كل الإثباتات للقضاء، وأنا مسؤول عن ذلك. لن تمر هذه الصفقة إطلاقا، لن تمر هذه الدرجات، وإذا مرت فكل جهة مرت بها ستكون مشمولة بتمرير عملية فاسدة كبيرة جدا. اليوم الناس تعترض لأن الدرجات لم تحسب بشكل صحيح، الدرجات حسبت بطريقة كيفية، والمحافظة لم تطلب شيء تعجيزي، طلبت أن تدقق هذه النقاط، وهذا من حقنا أن ندقق النقاط. هو هذا الرقابة، سادة أعضاء مجلس النواب من حقهم يدققون أي شيء يريدون ضمن الدولة، ولكن أن تصر الوزيرة على أن يتم الإعلان عن هذه الدرجات، فهذه الدرجات باطلة باطلة باطلة، وإحنا ما نعترف بها. نعم، أنا اليوم أخبرت الوزيرة، قلت لها الناس الآن متجمهرين بالمحافظة، عندهم اعتراض على احتساب النقاط، انطونا مجال 3 أيام نحتسبها بلجنة مشتركة وما عندنا مشكلة. لأحد الوزيرة رفضت، لازم اليوم تعلن الأسماء. ما أدري هذا التوقيت هل هو توقيت أممي أنه اليوم تعلن درجات صلاح الدين؟ ما هذا التوقيت اليوم 11-12؟ أكو شيء ما نعرف.